تظل قصص الأعمال السفلية محاطة بعالم من الغموض والرعب، فكل يوم يخترع ممارس الأعمال السفلية طرقاً جديدة وغريبة. فما هي أشكالها؟ وما دلالة أن يوضع العمل السفلي في البحر؟ أو يدفن أو يعلق على شجرة؟ وكيف تعرف أنك أصابك الضرر من مثل هذه الأعمال؟ كل ذلك وأكثر في ملخص القصة. الأعمال السفلية مذكورة في كل الديانات والكتب المقدسة، ودائماً ما ينبت الشر بجانب الخير، حتى القمر له جانب مظلم. لذلك في كل مكان وزمان يمكن أن يقع إناس ضحايا للأعمال السفلية التي يقوم بها خصومهم. الأعمال السفلية ثلاثة أنواع، منها الهوائي، بحيث يكون العمل السفلي معرضاً لتيار الهواء، فكلما مرت الرياح زاد تأثيره، لذلك يعلق على الأشجار في المناطق النائية المهجورة. والمائي، بحيث يتم رمي العمل السفلي في البحار والأنهار والآبار وفي مجاري المياه، وكثيراً ما يعثر عليه عند اصطياد الأسماك، بحيث يخيط العمل السفلي في زعانفها وتطلق في الماء. والترابي، الذي يوضع تحت الماء في التراب كالأضرحة والطرقات والبيوت، وهذا النوع عبارة عن عزائم ورقى وعقد وطلاسم، ودائما ما يتم العثور على مثل هذه الأعمال أثناء تنظيف المقابر. وفي المجتمعات العربية والإفريقية تنفذ هذه الأعمال السفلية في عدة أشكال وتوضع في أماكن غريبة، ومن بينها التمائم، وهي عبارة عن أوراق أو قماش أو قطعة من جلد أو قطعة من معدن، كتب عليها بعض الطلاسم والرموز والحروف المقطعة والأرقام والمربعات والدوائر والكلمات غير المعروفة ونداءات لقوى العالم السفلي، فتلف بقطعة من جلد أو تحفظ في قطعة من معدن أو تخاط في قطعة من قماش أو يلف عليها لاصق بلاستيكي. العروسة، يقول الباحث ويلد فكري، يقوم ممارس الأعمال السفلية بعمل دمية ذات هيئة بشرية ويتناول دبوساً، ثم يبدأ ببطء شديد ويغرس رأس الدبوس في أطراف الدمية بتأن وصبر حتى يمل، ثم يلقي دميته في النار، وذلك بتصميم شكل رمزي له، سواء كان دمية من القماش أو القش أو الصلصال أو الورق، ثم يؤدي بعض الطقوس المرتبطة بالجن أو الأرواح والكائنات الخفية غالباً، وبهذا تصبح الدمية فيتش، وهي كلمة تعني البديل، بمعنى أنها تصبح مرتبطة بالمستهدف من العملية فيصيبه ما يصيبها. الشموع، تعد إنارة الشموع أحد أخطر أنواع الأعمال السفلية تنفيذاً لطلبة بعض النساء لجلب الحبيب والزواج، ولا يستغرق الأمر سوى بضع ساعات وبحد أقصى 3 أيام ليتم المطلوب، وتأثيره شديد حيث يتم إلغاء عقل الرجل تماماً ويصبح أسير الطالبة. وهناك العمل السفلي المشروب، وهو النوع الذي يدخل إلى البطن، حيث يقوم بالذهاب إلى المكان المراد إصابته، ومن علاماته سواد الوجه وألم في أسفل الظهر في منطقة الفقرات العجزية والعصوصية. وهناك أيضاً العمل السفلي المرشوش، الشائع أنه يصيب الشخص المستهدف بعد أن يطأ ويخطو عليه بدون أن يدري، وقد يكون بودرة أو تراباً أو مادة سائلة كالماء مثلاً. أما شعر الماعز الأسود فيستخدمه ممارس الأعمال كتعويذة لمنع الفتاة من الزواج، كما أنه واحد من أشهر أنواع الأعمال السفلية شيوعاً في الملاعب الإفريقية، حيث يستخدمه عدد من الفرق الإفريقية لتحقيق الفوز. ومن أبرز العلامات الشائعة للشخص الذي يتعرض لأعمال سفلية الابتعاد عن العبادات الدينية، والتعرض لأحلام مفزعة وكوابيس، وظهور علامات كالخرابيش والبقع الداكنة والصداع الشديد الدائم، أو تغيير لون البشرة وخاصة تغيير لون الوجه. في النهاية، هل تعاني من هذه الأعراض؟ هل تعتقد أن أحدهم أعد عملاً سفلياً ضدك؟ شاركنا بتجربتك في التعليقات.